معكم اكيد مشاهدينا، هي زي من صباحنا غير، واكيد بدنا نرجع نذكر عم نطلع عليكم من منطقه وادي النضاره وتحديدا من مرمريتا. تحيتنا الصباحيه يلي مع نسمات هواياتها بترد الروح، اكيد تحيتنا الكثير كبيره لكل حدا انضم لنا هلا. وصلنا لفقرتنا التاليه يا سلمى، خدمه الشهيد باهله، شعار تبنوه مجموعه من الشباب والصبايا، عقدوا العزم وانطلقوا بمشروعنا. بإيد وحدة كان العمل وبقلب واحد كان العطاء، وبالظروف الصعبة قدروا يعيشوا ويعيدوا النشاطات وهمة الشباب أكيد وتلبية احتياجات أي حدا بحاجته. أكيد ليا عم نحكي عن مؤسسة الشهيد فرع الوادي اللي قدروا بمدة قصيرة أنه يقدموا كثير من المحبة والعطاء، تنزرع وتزرع الفرحة وتحتضن كل قلب يمكن موجوع بمرمريتا، وخاصة أهالي شهداء. لنحكي أكثر عن نشاطات مؤسسة الشهيد وكل الفعاليات التي تقام في الوادي وضمن أيضا مهرجان القلعة والوادي. خلونا نرحب سوا بحلا أحواش، مديرة مكتب مؤسسة وادي الشهيد في مرمريتا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اعتذر على الصوت بس يا ميت هلا. سلامة قلبك، نورتونا، اهلا وسهلا. سلامة قلبك يا حلا. حلا، بالبداية مؤسسة الشهيد يمكن ولادة جديدة انطلقت ما صلى زمان، ولكن يمكن بصمتها تواجدت بكل منطقة من وادي النضارة. شغل شباب كان بهمة كثير عالية. خلينا مع بعض نتعرف مع حضرتك على مؤسسة الشهيد مكتب الوادي. هلا مؤسسة الشهيد هي انطلقت بسنة 2013، الحقيقة أنا لي الشرف إني كنت بنت من أبنائها. بيقول بهي انطلقت شباب صبايا حبوا يعملوا شيء للبلد وللوطن وبهي الأزمة اللي الصعبة الحقيقة، وقدرت خلال الأربع سنين لسنة 2017 إنها هي تكبر أكثر وأكثر وتصير بجميع المحافظات السورية. مؤسسة الشهيد بكل محافظة بسوريا إلها فرع وإلها مكتب. والحقيقة نشاطاتها كبيرة ونشاطاتها مهمة، وإن شاء الله يا رب نعطي أكثر ونعطي أكثر ونقدم أكثر. الحقيقة بالألفين وأنا كنت متطوعة بمؤسسة الشهيد من 2013، حقيقة ب2 أيار 2016 كنت أنا موجودة بالوادي، ولكن بس كنت متطوعة ضمنها وكنت دائما أتواجد بحمص. الحقيقة بال2016 بأيار طلع قرار بافتتاح مكتب لمؤسسة الشهيد مكتب الوادي، وكان مركزه بمرمريتا. الحقيقة تسلمت إدارة المكتب وكنت على العهد أنه أنا بدي أعمل شيء، المفروض نحن نعمل شيء. نحن عنا شهداء كثير بمنطقة الوادي ضحوا بأرواحهم وبحياتهم وبدمهم ليحافظوا على منطقة الوادي واستقرارها وحياتها الطبيعية. بقى الحقيقة كبداية بدينا بأول شيء نحن بدنا فريق معنا، يعني بدي فريق معي أنا صبايا وشباب تطوعي. الحقيقة أنا ببديت ب 15 شاب وصبية، الحقيقة هلأ عندي بحدود 60 شاب وصبية من فريق التطوعي اللي أنا بفتخر فيه كتير. لسه رح يزيد العدد كتير، وما زال يعني. أنا كل يوم الحقيقة كل يوم بيجيني اتصالات وتليفونات وأخبار من الشباب اللي عندي بالفريق، إنه مدام رفيقي، مدام جاري، مدام رفيقتي، إنه بدنا. الحقيقة الشباب رائع، بنفتخر بالجيل الشباب هلا والصبايا اللي هن فريق تطوعي. يعني انا عندي من فريقي بالجامعات منه متخرج، منه ما زال عم يقدم، منه عم يشتغل ويشتغل ويدرس. بس بنفس الوقت انا باي فعاليه او باي شيء نحن بدنا نقدمه هن عندهم استعداد حتى يتركوا جامعتهم ليلبوا هذا الشيء. الحب الكبير للوطن، الحب الكبير للبلد اللي زرعوا فينا القائد الخالد حافظ الأسد، واللي قدرنا نحن كجيله وبعدين ننقله لجيلنا. لازم نحكي عن نقطة كثير مهمة، إنه مؤسستكم أخذت شعارها واسمها من أسمى وأطهر وأنبل قيمة بالوجود، وهي قيمة الشهادة. فعلا. مؤسسة الشهيد فعلا. شعاركم خدمة الشهيد في أهله. هي الخدمة خلينا نحكي عنها شوي. ولو بدنا اليوم هيك يعني نعطيكم شوي حقكم من هي الخدمة. نعرف قديش عم تقدموا لأهالي الشهداء ولذوي الشهداء من منفعة، خلينا نقول متبادلة. يعني هو ما يحس حاله أنه هو عم ياخذ، لا هو عم يعطي أبدا. نحكي عن هي هذا الموضوع بالذات. تفضل. أكيد. هلأ مؤسسة الشهيد بفروع الكتير اللي ضمن المحافظات إلها أسس بلشت ممكن تكون صغيرة بس كبرت، مشاريعها عم تكبر. عندنا مجمع طبي بموجود بمدينة حمص، المجمع الطبي في عيادات شاملة وكاملة ومخبر وأشعة.
طبعا هو لجميع المواطنين مثل ما بيقولوا، بس نحن بعنا لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من الحرب بأجور رمزية، معالجة عنا فرع الجريح. صحيح. معالجة مجانية للجرحى. أكيد. ونحن عم نتابع سوا لقطات من فعالياتكم. حلا أنتوا عم تحكي مزبوط. في الحقيقة كمان فرع الجريح اللي كمان بيتابع أمور الجرحى، مؤسسة شهيد شامل لكل شهداء الوطن. عسكري ومدني. أي مشروع المجمع الطبي ريعه لأسر الشهداء. ايضا عندنا مجمع طبي بمنطقه المشرفه، وهذا مهم جديد كثير لانه هو بنقطه تماس مع منطقه فيها مسلحين. ما زال كمان بتقدم فيها خدمات طبيه وفيها اقامه وفيها اشعه وفيها تحاليل، وسعرها بسعر الوزاره رسوم وزاره الصحه بالحد الادنى. كمان بتقدم لهذا الشهداء مجانا. عندنا الصيدليه، يعني انا هدول بعتبرهم الخدمه الطبيه مهمه جدا. صح. جدا جدا بحالتنا الموجوده هلا. هي بالطبابه عندنا الخدمه الاسعافيه اللي نحن بنرفع راسنا فيها. الخدمه الاسعافيه نحن عندنا 11 سياره اسعاف، نعتبرها هي منظومه الاسعاف اللي 24 ساعه ل 24 ساعه طوارئ جاهزه لكل المحافظات، فيها 100 متطوع مسعف ومسعفه. كمان جاهزين 24 ساعه، كمان موجوده بمدينه حمص بتتنقل بين المحافظات وبين المجمع. نعم. بالمشرفه في لها سيارات للاسعاف، في سيارات للتشييع، في سيارات لنقل المصابين، كل سياره ولها اختصاصها. الحقيقه المؤسسه بتحاول دائما اي مشروع هي بدها تقدمه يكون عن دراسه. نحن عم نقدم الحياه، عم نقدم الامل، فرص العمل. مؤسسة الشهيد كونها بدية جديدة، وقت اللي بلشت تتقدم حطينا بكلياتنا كأفكار نحن بدنا نبتعد عن قصة المعونة أو القصة المادية الشهرية. بدنا شيء عملي. نحن بدنا فرص العمل. صح. نحن بدنا نأمن عمل، بدنا نأمن شغل. طبعا اكيد نحن بالمناسبات بالاعياد بنقدم هيك شيء. نعم. بس نحن بدنا الحياه وفرص العمل. رح نحكي يمكن رح نحكي اكثر عن تفاصيل هذا الموضوع، لسه ما خلصنا وفي كثير تفاصيل ثانيه من اعمالكم رح نتعرف عليها، ولكن الساعه 10 بتوقيت دمشق خلينا نروح سوا لاستديوهات الاخباريه هناك. الاستثنائيه اليوم من مرمريتا، وعم نحكي كنا عن قيمه كثير كبيره وهي قيمه الشهاده مع ضيفتنا ومؤسسه الشهيد، وخلينا نرجع نكمل تفاصيل بعض اعمالكم اللي بتخص ذوي الشهداء. اكيد اكيد. هلا الحقيقه مثل ما حكينا قبل الفاصل كنا عم نحكي على الخدمات. نعم. الاسعافيه اللي بنقدمها. عندنا اللقاحات المجانيه لاطفال الشهداء، عندنا افتتح قسم معالجه فيزيائيه بالمجمع الطبي، ايضا غرفه الاطفال. عندنا برامج الدعم النفسي اللي نحن في لنا مذكره تفاهم مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مع اليونيسيف، مع منظمه الهجره الدوليه، مع جامعه. نعم. البعث. طبعا نحن بنستقطب ايضا كوادر عندها خبره، خبره بالموارد البشريه، خبره بالامكانيات الاكبر، لحتى نحن متطوعينا وشبابنا ياخذوا منا الخبره الاكثر لحتى نحن نكفي مشوارنا الاكبر. صحيح. ونوصل للي نحن رايدينه. الحقيقه الانسان باي مشروع بده خطوه خطوه وتكون بتأني وبرواء مثل ما بيقولوا لحتى يكون المشروع جميل وحلو ويستفيد منه. نحن بهمنا. نعم. أهالي الشهداء، بهمنا ذوي الشهداء، بهمنا الأطفال. بهمنا بحالة الحرب الدعم النفسي لهم، اللي نحن نطالعهم من الدعم النفسي الحقيقة، نطالعهم من النفسية اللي تأزموا فيها الحقيقة بزمن الحرب. صحيح. الحقيقة لمسنا هذا الشيء بخلال هاي الفترة. نحن أطفالنا تحسنت، وخلال فعلا معرض الرسم اللي كان مبارح فرق كثير علي. معرض الرسم من سنه عن هالسنه، هذيك السنه كان معرض الرسم صوره عباره عن الدم والدمار والشهداء والحاله النفسيه الكثير صعبه. هالسنه لقينا الشمس والورد، الجنينه، الشيء كثير حلو، الحياه. نحن هذا بدنا اياه. انا دائما بقول لهم مؤسسه الشهيد الحياه. صحيح. الامل، سوريا. صحيح. سوريا الحلوه، سوريا اللي مثل ما نحن بنحبها ومنريدها
ورح تبقى سوريا هيك. اكيد حلا. كمان بدنا نقول كمان هلا انتم عندكم فعاليات ويمكن الفريق كله متواجد ضمن الفعاليات يلي حضرتكم عم تشاركوا فيها بمهرجان القلعه والوادي. وقبل بدنا نتشكر كل الجهود جهود فريق مؤسسه الشهيد كامله. شكرا. بدنا نقول لهم صباح الخير والله يعطيكم العافيه للشباب والصبايا، ونحن اكيد بنفتخر فيهم حلا، وبنفتخر ايضا بمشاركتكم بمهرجان القلعه والوادي 2017. خلينا نحكي عن هي المشاركة المميزة يلي هي نتاج يد سورية يلي هي طبعا. يمكن عمل سوري بامتياز. هي عمل سوري بامتياز وعمل حلو وتطوعي. هلأ أنا بالنسبة لمشاركة مؤسسة شهيد مكتب الوادي، أنا فريق التطوعي عندي قسم حوالي 20 شب وبنت أو 21 متواجدين ضمن الفريق التنظيمي ككل المهرجان، موجود تقريبا بكل الفعاليات. يعني حتى لو ما نحن مشاركين بفعالية هن الموجودين دائما الشباب والصبايا. الحقيقة نحن قلنا كذا مشاركة بمهرجان القلعة والوادي، عندنا معرض الصور اللي افتتح صباحا بمركز ثقافي بمرمريتا، كان معرض كتير حلو، وحتى اجوا اطفال شهداء من مدينة حمص شاركوا معنا كمان بافتتاح المعرض. كمان عندنا مشاركة لمدة 4 أيام بمعرض صنع في سوريا. هلا بحكي لكم بتفصيل اكثر عن مشاركتنا بالمعرض. حاليا هلا نحن عندنا في الوادي الخاصه مؤسسه الشهيد دعت اولاد الشهداء منطقه الوادي من عمر 9 سنين لعمر 14 15 سنه. في عندنا معرض، في عندنا رسم على القماش، رسم حر، عندنا بصمه العلم هي رساله للسيد الرئيس بشار الاسد الله يديمه. وبالحقيقه فعاليه كثير حلوه، رح يكون في عرض لفيلم السوريون للاستاذ المخرج الرائع باسل الخطيب حقيقه، ورح يكون في بعدها بدنا نوجه الاولاد لغداء ومسابقات. ومؤسسه الشهيد رح تقدم هدايا، هي كوبونات من محل او مثل ما بنقول له نحن صاله عرض المبيع بمرمريتا معنا، وقلنا الشرف انه يكون معنا جمعيه صامدون رغم الجراح موجودين كمان مدينة حمص، وصلوا صباحا مع عدد من الأولاد الموجودين. نعم. هلا ما معنا وقت كتير، باختصار خلينا نحكي عن المعمل أوكي. وخلينا نحكي يمكن عن الإنتاج وكم يد عاملة أمنتوا لحتى يشتغلوا فيه، وقديش عم تنجوا لناس ولذوي الشهداء أيضا. الحقيقة المعمل ظهر بسنة 2014، بدي معملنا معمل مؤسسة شهيد هو موجود بمدينة حمص. نعم. الحقيقة في أكثر من 200 عامل وعاملة من أسر الشهداء والمتضررين والمهجرين من الحرب، ريعوا لأسر الشهداء. المعمل الحقيقة إنتاجه كتير، بدي بإنتاج بلش شوي شوي خطوة خطوة. نحن عنا العسكري وعنا المدني، حتى نحن ممكن أمن أي طلبيات لأي معمل لأي مدرسة لأي جهة. الحقيقة مثل ما قلنا ريعوا لأسر الشهداء، صار عنا هلا مشاغل تابع للمعمل بدمشق وبحلب وباللاذقيه. حلو. افتتاح اكثر من 5 صالات بكل المحافظات السوريه بدمشق وبحمص وباللاذقيه وبصافيتا وبطرطوس. يد عامله كثير كبيره شاركت لمبيع، طبعا شاركت كثير، اعداد كبيره، عم بيصمموا عم بيشتغلوا بالمشاغل. نعم. هذا هو تأمين فرص العمل. تمام. هذا هو تأمين فرص العمل وإنتاجه. حتى هو ما يكون محتاج، بالعكس هو عم بيقدم طبعا ويستفيد. هو عم بيقدم ويستفيد، هو عم بيشتغل عم بيستفيد، عم ترجع له الحياة. نعم. عم ترجع له ثقته بنفسه إنه أنا قادر، لا أنا إنسان سوري صمدت بهي الحرب. نعم. وقادر اني كمل. نعم. يعني بدنا نتشكرك كثير صون كرامه اهالي انبلمن في الناس اكرم بني البشر. هي اهم مسؤوليه، هنا مسؤوليتنا الكبيره، وشو ما قدمنا لهم نحن عم نقدم كثير قليل قدام اللي قدموا. بدنا نتشكر وجودك. شكرا. معنا وبنتمنى تضلوا على طول قد المسؤوليه. شكرا كثير. بدي اختم بجمله. تفضل. الشهداء، انا اولاد الشهداء كلياتنا مؤسسه الشهيد، واكيد كل العالم نحن بنعتبرهم اولادنا. امانه حملناها ورح نبقى، وان شاء الله بتكون مؤسسه الشهيد تكون بتعطي اكثر بتقدم اكثر لحتى يبقى كل الناس هي تكون مرتاحه نساعدها. والله يحمي سوريا. وتحيه كبيره لكل القائمين على مهرجان القلعه وبالوادي لجهودهم الجباره الحقيقه لانجاز هذا المهرجان. أكيد. شكرا كثير. اكيد حلا احوج، نحن كثير بدنا نتشكرك. نحن اكيد فخورين بشغلكم بالوادي، فخورين اكيد بكل شخص عم يقدم وينتج لسوريا. شكرا كثير، موفقين بشغلكم. بدعيكم لصاله مرمريتا تشوفوا الالبسه كثير حلوه اللي شاركنا فيها بمعرض صنع في سوريا. نعم اكيد. حلا كثير شكرا.